السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الشيف محمد من قناتي على اليوتيوب. النهارده ان شاء الله هقدم لكم البطاطس كوركيت دي بوم بطاطس كوركيت دي بطاطس بالايطالي، بطاطس محشية ان شاء الله باللحمة المفرومة والجبنة الموتزاريلا. هنحتاج ان شاء الله مع بعض، هنحتاج جبنة موتزاريلا حوالي 150 جرام مبشورة و90 جرام دقيق، نص كيلو لحمة مفروم، معلقة توم بودرة على كرب، معلقة كركم، معلقة ملح، معلقة فلفل اسود، بابريكا. وهنا انا محضر، هنا محضر على النار هنا الفلفل الاحمر مع البصل مشوحهم، وهنزل عليهم باللحمة المفرومة. وهنا البطاطس بتتسلق ونشوف مع بعض. Bună, dragi prieteni, sunt șef Mohamed. Astăzi o să vă învăț să fac cartof umblut cu carne tocată cu mozzarella. O să am nevoie de cartof, cam 8 cartofi la fiert, da? Și o să pregătești aici ceaba calită cu ardei verde și ardei roșii. Am jumătate kilo de carne tocată, 90 gram de făină, 150 gram de mozzarella, usturoi, bodra, curcum, sare, piper, paprika. Și acum ne apucăm de treabă. O să pun aici carne tocată și așteptăm până termină cartoful și să vii copt cartoful. Așteptăm bine. O hătână de la toată jama اللحمة على الفلفل الأحمر والفلفل الأخضر والبصلة المتشوحة. هنعمل عصاد عادي، العصاد ده هياخد شوية الفلفل بتاعه، مبحطش فلفل كتير أنا. وشوية ملح، ونشوف مع بعض. أقوم يا جماعة، أقوم نشبوت تبي غاتا كارنا توكاتا لا تبى المشتوي دي مرات شو كولور على ب كولورات على ب أربيج كارنا شو أربيج روسي شو زردة تبى المشتوي فارتي دلوقتي. فاشتكتنا كم شو كارتوفو وفينا كمان شكل العصاد خلاص قرب يخلص. Acum a gama, acum a început să fie gata carnea tocată ala. Tot dar mișto, vine cum arată și colorul ala de colorată ala de ardej și carnea și ardei roșu și verde. Tot dar mișto, foarte delicios. Și așteptăm acum și cartoful. Ne vine gama șaclel la asfalt خلاص قرب يخلص. اكوما باسيز كارتوفو. دلوقتي احنا نهرس البطاطس يا جماعه، تمام؟ البطاطس لازم تكون سخنة، تريبوي سبي كرتوف وكلب ده. دلوقتي هنحط البابريكا والفلفل الأسود، كركم، ملح،
am pus curcum, sare, pepăr, paprika, usturoi. Atâna tom, tomul butra. Atât de 90 gram de 90 gram de făină. Drati Buna ulei în mână, să punem un pic de ulei în mână ca să nu lipește. Am luat și o zet la edina, ca mai așa mai atelizat și ghidat la aghina. Un ep de نعمل نيجي جاي حشين بنام كارنا حط اللحمة مع الموتزاريلا نيجي نقفل كده سهلة وجميلة جدا فورت فرناسة دريتشوسة شوشورة شايفين العصاق طلع تحفة دول يا جماعه كانوا اوبت كارتوف اوبت كارتوف دول كانوا 8 8 بطاطسات 8 بطاطس 8 حبات بطاطس اكو ماو جونز لا فينالا اكو ما بقى من فريجدير كام جوماتاتا ورا دلوقتي هنحطها في الثلاجه البطاطس ونعمل في نحطها في التلاجة نص ساعة وبعد كده نطلعها نقليها شو دو جاية سكوتان دي مفرجدير شو بغام لاتيجاية لاتيجاية العرقاز شي اولي فورت بوتين كوم ويز فورت بوتين اولي حطيت الطاسة على النار يا جماعة ودلوقتي حطيت الزيت شوية صغيرين فيها معلقتين زيت ولا حاجة كده ودلوقتي هنبدأ ايه اكو ماء الصابونة طبعا البطاطس كانت في الثلاجة جرام فريجدير كارتوكي جرام فريجدير ده يا جماعة دلوقتي احنا في الطاسة هي دلوقتي شايفين الطعم عامل ازاي فورت في الموسع كما لا تجاية تجاية تريبو سجيت الفرد اكما ماجنس الافينال خلاص البطاطس استوت دلوقتي هنطلعها لما تيجي تحمرها يا جماعه تكون مفرزه يعني تكون جامده من الثلاجه مطلعها من الثلاجه ما بتاخدش اي وقت حاجه ولا اروع من كده كان دي كوزنج فريجدير سافي فورت تاري انجتسات ابروبا انجتسات عشان فورت في المواسع مشكور ولا اروع من كده ما تنسوش سبسكرايب لايك شير تراك فرموس شبوف تابونا ورب تكون عجبتكم يا جماعه النهارده بص عامله ازاي شايفين الطعمه سوبر مشتو ماما ميا شبوف تابونا شايفين الطعمه
سوبر مشتو ماما مية مش بوفتا ماما.